وسط حضور رفيع المستوى من أعلى الرتب القيادية العسكرية في مجال الدفاع، افتتح معرض الخليج للدفاع والطيران في نسخته الخامسة بمشاركة 212 شركة عالمية رائدة في مجال الدفاع والتسليح، ما يتيح الفرصة للاطلاع على أحدث ما توصلت إليه الصناعات الدفاعية والأمنية. برعاية مثالية وإدارة مميزة من وزارة الدفاع، افتتح معرض الخليج للدفاع والطيران بموسمه الخامس وسط مشاركة ضخمة تواكب الحدث الكبير، من خلال مشاركة 31 دولة و212 شركة عالمية رائدة في مجال الدفاع والتسليح. المعرض يقدم أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في قطاع التجهيزات والمعدات العسكرية. هذا المعرض إن شاء الله راح نبين فيه جزء من رؤية الكويت، توجهات سيد صاحب السمو ورؤية الكويت 2035. الحقيقة هذا المعرض تميز على المعرض السابق، كانت المشاركة فيه بنسبة 100%. المعرض السابق كانت مشاركة 106 شركات، هذا المعرض الآن أصبح 212 شركة. هذا دلالة على الحقيقة الاهتمام من الشركات وتواجدها داخل الكويت حتى تتميز في منتجاتها اللي تم تصنيعها من قبلهم. عدد الشركات المشاركة اللي تزايد في كل نسخة يدل على أهمية هذا المعرض وأهمية محتوياته. ما شاهدناه في الجولة السريعة يدل على مشاركات متميزة ومهمة. فأكرر شكري وتقديري لأخي وزميلي ولجميع العاملين من أفراد وضباط الجيش الكويتي على هذا التنظيم المتميز الغير مستغرب من منسوبي الجيش الكويتي ووزارة الدفاع الكويتية العريقة. المعرض شهد مشاركة وزارة الداخلية والرئاسة العامة للحرس الوطني والإدارة العامة للأطفاء إلى جانب جهات مدنية أخرى. هذا العام يعتبر المعرض الأكبر منذ بداية تنظيمه عام 2011، حيث ضم 3 قاعات نظرا لزيادة أعداد الدول والشركات المصنعة، بالإضافة إلى آليات ثقيلة برية وبحرية وجوية. يسعدنا اليوم أن نتواجد في معرض الخليج للدفاع والطيران في نسختها الخامسة للاطلاع على آخر التكنولوجيا في الأسلحة والمعدات الأمنية المتواجدة اليوم، ويسعدنا أن الحرس الوطني ساهم بعرض معداته سواء كانت الأمنية أو العسكرية مساهمة مع قواتنا المسلحة. الافتتاح اليوم شاركونا أخوانا في دول مجلس التعاون الخليجي والسفراء اللي موجودين في دولة الكويت وأخوانا في وزارة الداخلية، سعادة وكيل وزارة الداخلية وسعادة وكيل الحرس ومدير عام الإطفاء. أخواء اليوم بعد أولادنا شاركونا في جامعة الكويت والجامعة والتطبيقي واليو كي ام والاسترالية والجامعات الأخرى، والصراحة كان اليوم للأمانة عرضهم جدا مميز. هذا ويعتبر المعرض من أهم المعارض بالمنطقة، حيث تتسابق الشركات المصنعة للأسلحة لعرض آلياتها ومعداتها العسكرية لتعريف الجمهور بأحدث ما توصلت إليه التقنية التكنولوجية الحربية. رائد الشمري لتلفزيون دولة الكويت.